السلام عليكم، مساء الخير للجميع. طبعا احنا قلنا لكم، تفاجأت، احنا قلنا لكم بكرة الصباح ان شاء الله تسكين النحل، لعل ان الطيارة جت بدري حقت الشحن، بالإضافة الى ان سهولة شوية اجراءات المطار تفاجأنا بوصول النحل الان، يعني بيصير تصويرنا بالليل وان شاء الله ان الفايدة تعم. طبعا الان هذا النحل جاي براد براد، هذه طبلية فيها 18 مرزوم، الصندوق هذا مرزوم بشو أريكم إياه، لكن تفاجأنا بوصولها الآن وبصير تصويرنا بالليل، يعني ما هو على الكيف، والله يسر الأمر، نبي سكن بالليل وإن شاء الله أن التسكين بالليل يكون أفضل وأجود. طبعا تعرفون العجلة، والله أني معزوب وخليت عزيمتي وركض، تفاجأت بوصول النحل الوقت هذا، والله بارد، ها في موت كثير الآن. هذا المرزوم اللي بيتفقد إذا فيه موت، ما في موت طبعا، إذا النحل ما ميت نبي نشوفه. عندك واحد في ربع وواحد في نص، نحسبهم طبعا. إيه شوف هذا تفقد اللي فيه موت واللي ما فيه موت، لا 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 ضروري جدا لهذا اللي تحت هذا، يعتبر حاجة بسيطة هذه. طبعا هذا الصندوق اللي تشوفون اسمه مرزوم، المرزوم هذا كيلو ونص، ويجي كيلو ربع ويجي كيلو ثمن حسب سعره. بيسأل الناس كثير عن سعره، أخذته ب 185 ريال، 185 ريال. طبعا اهم شيء عندنا تفقد انه ما يكون فيه موت. هذا يعني يعاني النحل من الطيران، حشره تخبرون هشه وصغيره، يعاني من الموت، ودائما تجي طياره كامله، العام طياره كامله كلها لقوها ميته، فالله يعين، لكن لازم تفقده وتشوفه بشكل ممتاز انه واصل سليم، هذا النقطه المهمه. طبعا فاجأناكم الآن، لكن إن شاء الله يبي يصير التصوير، والله أنه ولا رتبت، لكن إن شاء الله أننا نعطي المعلومة بشكل جيد بإذن الله. الآن نزل الطبليات كلها، تنزل الطبليات وتفكك وتفقده، والله يبارك. طبعا لازم تهتم بالمساعدين العمالة بلبسهم، لأنهم يجب أن يكون لبس كامل، تقول رجل فضاء، حماية له المسكين، لأنه النحل يجي الحين له يومين محجور، يجي حشران وعطش، انتبه، يعانون من الموضوع ذا، عملية اللسع، مداسيس جيدة، لبس كان وضايع من ملكاته، معبى من مناحل متنوعة، فيجي شرس شوي، فإن شاء الله أنه تهتم فيهم شوي حتى يكونوا مرتاحين للعملية هذه. جبتوا مويه؟ إيه جبنا مويه. دائما سواقين الدينات لو وصل النحل هو اللي ياخذ عملية الموت، يبلغ المورد، يعوض المورد، يعني لقينا مثلا مرزومة ومرزومين ميتات لا سمح الله وكذا، لكن الحمد لله شوف النحل زين. جبنا المرة ذي كيلو ونص، بالعادة نجيب كيلو وربع. الله يبارك، الله يبارك للجميع. شوفوا هنا النحل، شوفوا كيف متعلق حي، هنا النحل شوفوا كله بالأرض يعني ميت، هذا كله يحسب على المورد، شفتوا كيف حشرة ضعيفة مرة، تنقل بطيران وكذا في موت. شوفوا بشكل جيد، لا هذا شوفوا بشكل ممتاز، طبعا التصوير بالليل لكن الجود من الموجود. طبعا الكثير من النحالين، الكثير من النحالين يحب يجي النحل بالليل، يسكن بالليل، يصير النحل هادي. الآن شوفوا قعدنا نرشه بالمكينة هذه، رش النحل نبرد عليه ويشرب، يركض شوي وإن شاء الله نكمل الطريق. أوريكم الطريقة، لو أنها جت خبصة لكن إن شاء الله أننا نقدر بإذن الله، سامحونا عن الأخطاء وعن العجلة، عاد الله يعين،
الآن بدأوا يفككون الشبوك الأساسية اللي على الطبليات، على الطبليات يفككونهن حتى يطلعون المرازيم. طبعا زي ما قلنا لكم هذه طبلية كامل، والصندوق الواحد هذا مرزوم يسمونه. اوكي هالحين حاطين سطل الماء نفكك المرازيم ونغطه بالماء، يهدي النحل، يهدي ويشرب ويركد. بالإضافة أننا راح نرش الصناديق، الماء مهم يبرد على الصناديق ولا طلع يشرب ويركد. طبعا الليل أبو عين، الصراحة الليل أبو عين، لكن نقول الله يبارك ويعين. شغل الليل ماشي، لو أنه أحسن للنحالين يكون النحل راكد، لكنه أبو عين. الله غطوا غط. ذا ميت، ذا ميت كله موت. شفتوا هذا ميت، شفتوا النحل كله تحت المتعلق شوي. يلا يلا غطوا. في كذا كويس. إيه. بالشكل هذا بشكل سريع على النحل يبرد عليه ويشرب ولا يموت ويبل جنحان وما يتطاير عليك، يركد النحل بشكل ممتاز. طبعا الخلية الآن اللي تشوفون بها أربع براويز ممطوطة، ممطوطة وش معناتها؟ ما هي بشمع أساس، يعني هذه محقات العام تستخدم سنوات، يعني يصلون إلى 8 سنوات. هذا يوفر لك على النحل، يخليه يجمع عسل على طول، ما يقوم يبني الشمع، الشمع جاهز له، بس يكمل وينظف ويرتب ويشتغل النحل. إيه. الآن نرش الصندوق، إيه نرش الصندوق، نرش الصندوق بالماء حتى يصير مبلول بالواد. يكفي كفي بس الآن. إيه. بسم الله. الآن شوفوا إنه بنفتح ماما. وين ماما؟ هنا تحت تحت. الآن شوف فتحنا عليه بالشكل هذا. جيبها هذه، صلحتها أنا حتى من أول كنا نفتح بمعدات ويبهذل بنا صلحناها. طبعا احنا بنطلع الملكة الآن. شوف أقولك صلحنا الحديدة هذه، نفعتنا نفع بفتح المرازيم. حديدة بالشكل هذا صيخ عثنينا ودق، يعني حطينا على شكل دقيق شوي ونجحنا فيه، والله سهل علينا المهمة. والله الليل أريح، لو حنا بالنهار شفت النحل كيف يسوي. هذا الملكة، الملكة تجي بصندوق الحالة، تجي بصندوق الحالة قفص. طبعا نحطه على البراويز علشان ينزل النحل إن شاء الله. من جيدات الملكات ونتفقد بكرة، تفقد النحل. الآن فتحنا على النحل يطلع. خلاص خلاص خلي كذا، خلي شيل برا. طبعا هذا صندوق التسكين الدور الثاني، هذا صندوق التسكين. شوف حطينا مرزوم وفتحنا له، يطلع بشويش على البراويز. إيش خلي ولي، خلي ولي، خلي ولي، خلاص ما في حركة. فتحت له خلاص، إيه إن شاء الله بكرة. وننزل الثاني، ننزل الثاني بهدوء كذا. والله أن التسكين بالليل صار أفضل. الآن بنطلع الملكة. طبعا دائما المرزوم كيلو وكيلو ربع، يحط له بروازين، بروازين الكيلو ربع يكفي بروازين، لصار سليم وقوي النحل. بما أن حنا حاطين 2 اللي هو مرزومين، حطينا له 4 براويز. وهذه اللي هي وش اسمه، الملكة، قفص الملكة. جك الملكة عليها النحل كذا، معناته أنه راغبة، معناته أنه يبغاه. شوف الحين سوي شوي نحل كذا ما بعرف، واخذ نحل خلي يشوف ملكة كذا كذا. ايوه شايفين، هذه هي الملكة،
هذه أكبر من النحل، شوف شكله وراغبة هالنحل مرة. هذه بكرة إن شاء الله الصبح نفكها بإذن الله، بإذن واحدة نحطها طبعا فوق البراويز هنا من أجل أن تجذب النحل. كنت بخلي هذا النحل إلى بكرة الصباح، لكن كثير من النحالين اللي شاورتهم، كبار النحالين يمكن ما مثنين، كبار النحالين قالوا لا التسكين بالليل أزيد، قلنا يلا توكلنا على الله. طبعا المساعدين ذولا بيسهرون، لازم عاد تريحهم. لا الشريط الرصاصي فيه ملكة، وهذا ما في شريط رصاصي ما في ملكة، بينما هذا شريطين فيه ملكات، فلذلك لازم تدقق على الموضوع ذا، تنسى الموضوع هذا نهائيا. التسكين ما هو بسهل، لكن ربك ييسر. لأن تخبر ليل وظلمة، فصير على ما يقولون الشيء الله يعين، بس بالليل أثره متعب، ما بزي النهار، لكن صير النحل هادي مرة. الآن يفك، يجي المرزومين مقسومات مع بعض كذا كذا. إيه خلي ما هذا في ملكتين، كل مرزوم في ملكة. شوف هذا واحد وواحد. أيوة. فتحنا مرزوم، هذا المرزوم الثاني. طبعا ننزل مرزومين أقوى للنحل، والله يطرح البركة بالأشجار والزهرة. طبعا كثير من الأسئلة تجين كم ينتج، هذا عاد البركة من الله، حب تحت رب بإذن الله، حب تحت رب. لكن نقول الله يبارك بالزهرة ووريكم الأزهار بإذن الله، لأني كنت ناوي أسنب بكرة الصباح سنابة قبل يجي. كم مرة تحصل عندنا البيبان هذه نلقاها مسكرة ننساه العام، لكن دائما تفقد البيبان مفتوحة. النحل لعلنا ما أمدانا، يعني تفاجأت بوصول النحل الآن. حطينا ملكة، شوفوا حتى بكرة إن شاء الله يسرح النحل بإذن الله من الفجر، وإن شاء الله نوافيكم الفجر بإذن الله. شفت الحديدة هذه ممتازة جدا، أنصح النحالين تسوية سهلة. تفقد البيبان لأنه كان البيبان هذه مسكرة على أساس ما يدخل حشرات على الصندوق، تخبرون عقب عسل وكذا. سيم كويس بالليل نحال؟ الحمد لله بالليل في كويس. هذا نوم نحال؟ نحال في نوم هذا بالعادة يلعبهم طبعا، لس يلعب بنا كلنا، والله الحمد لله إلى الآن الأمور طيبة. ها زايد بالليل كويس نوم؟ أي والله صار التسكين بالليل أول مرة بحياتي أسكن بالليل. ويجي زي ما قلنا لكم كيلو ونص، كيلو ربع، كيلو ثمن، حسب اتفاقك مع المورد، حسب اتفاقك مع المورد. أنا جبت هالكيلو ونص هاس. قلبه كذا كذا. أيوة. أول مرة سكب الليل وما شاء الله الأمور طيبة. شوف هنا وربنا يبارك للجميع. هذه الملكة شفتوها؟ ليش مسكوك عليها؟ حتى يستقر النحل بالصندوق. يتجمع على الفرمون حقه، لأنها تنتج فرمون هي، ويتجمع عليه ويرغب المكان بإذن الله. شايفين هذا اللي قال لك النحال مرزوم، كل صنع له لهجة ولها كلمات. هذا مرزوم الكبير اللي توطب لي. طبعا النحل المطاير يجلب الكشاف، أنا اضطريت أشغل كشاف، لكن ما في مويه هنا. يلا سوي مويه. حتى لا طلع النحل قلوا مبتل، انه يجي تكرمون حشران ويجي عطشان، فالاشياء هذه تفقده. وإن شاء الله بكرة الصبح يتم عاد، بنشوف شغلة بكرة الصباح بإذن الله، خلي الصبح كلامه له. طبعا هذه خطيرة جدا على الأرجل، شوفوا زي المسامير، هذه مخلفات النحالين اللي خاصة اللي بالبار واللي يسكنوا بالشعبان يهتمون بالمواضيع هذه. تشوفون بكرة مخلفاتنا بكميات هائلة. طبعا النحل ما جاء لنصه،
النص الثاني إن شاء الله يجي بإذن الله. يعني يقول ليش دورين؟ الخليلة صارت قوية يقومونها إلى 5 أدوار. الدور هذا قلنا لكم اللي فيه تو تحت تشوفون البراويز هنا، هذا دور يسمونه تسكين، وإذا بغينا نقوم دور ثاني تسكين فقط، ننزل الصندوق يطلع النحل بهدوء. كنا من أول نفتح الشبك هذا وننفض ونفض نكب وكب ويثور علينا النحل ويبهذل بنا وكذا، الآن لا، ننزل المرزوم ونفتحه يطلع النحل على راحته، يطلع النحل على راحته. بكرة الصباح إن شاء الله تشوفون تبي يزال الصندوق هذا ونزل الغط، يشال الصندوق هذا اللي صندوق التسكين دور التسكين، وينزل النحل وينزل الغطاء هذا على هذا زين، وتطلع الصناديق الباقي وتنفض والميت وينظف الخلايا عاد النحل يقوم تنظيف الخلية، النحل نظيف مرة، نبي نشرح لكم بإذن الله. من الشيء المهم انه النحال يبلع ريزه على ما يقولوا، تعود على اللسع لازم. النحالين اغلبهم يصير عنده بعض الاستعداد للسع. ايش فيك؟ الله ما في مياه هنا جواه؟ ايوه ركبت مياه. عاد اللسع لا بد منه، ما ادري ايش يقول، لا بد من الشهدي من لسع النحلي. اللي يبي العسل لابد يتحمل. شوف الخليه هذه ثايره، سوي مويه سوي مويه، رش مويه رش مويه، ايوه تهدي. يلا سكر سكر، شوف الملكات هي حيه ما هي بحيه زي كذا. طبعا قسمنا المساعدين، واحد يوزع المرازيم، واحد يفكك الخشب اللي عليهن ذولي، الخشب هذولي حتى يكونون اسرع بالتسكين. إذا عطيتهم حريتهم ينسقون، خبر لغتهم واحدة، ينسقون شغلهم بشكل ممتاز. هم الآن يجي اللي يسكن على طول يلقى كلش جاهز على طول، أسرع للعملية. بالنسبة للنور، النور يجذب الحشرات، فعلى أساس كذا أنا ما يعني حاولت أخف النور على أساس التصوير بس، وبطفيه شوي. معليش الربع بوقف التصوير شوي، بكرة إن شاء الله نكمل والأجال جديد إن شاء الله. شلون الأرض امتلت نحل، وربكم يبارك. بوقف التصوير على السبا اشتغل عدنا حتى يمدينا نخلص، تخبروا الليل ولا المساعدين ذولا ما اشتغلوا للعام معنا أول مرة، فخبرتهم قليل، لازم أراكب الموضوع. نبي نوقف التصوير، لكن هذا اللي قلنا لكم يعني، هذه بعض المعلومات، وإن شاء الله أننا نقدر نعطيكم أكبر قدر من المعلومات اللي عندنا. بعد إذنكم الربع، لازم إن شاء الله نكمل بكرة ويجينا المرزوم الجديد في النهار، يكون التصوير أوضح وأفضل بإذن الله.